أطلقت اتصالات الإماراتية رسميا في أبو ظبي أولى خدمات شبكة الألياف الضوئية للمنازل، وهي باقة مزدوجة الخدمات عالية التقنية تجمع بين خدمة الإنترنت وخدمة الهاتف الثابت في وصلة واحدة. وبموجب هذه الخدمة سيتمكن مشتركي اتصالات من مستخدمي شبكة الألياف الضوئية الاشتراك في الخدمات عبر حساب واحد. وقال عيسى الحداد الرئيس التنفيذي للتسويق في اتصالات إن المؤسسة ستتمكن نهاية العام الحالي من جعل أبو ظبي أول عاصمة في العالم تغطى 100% بشبكة الألياف الضوئية، في حين سيتم الانتهاء من تغطية كافة أرجاء الإمارات في عام 2011. يذكر أن التكلفة الإجمالية لمشروع الألياف الضوئية في الإمارات يبلغ 5 مليارات درهم ويستهدف 1 مليون منزل في البلاد. تدشين خدمة إي لايف في اتصالات بدولة الإمارات لتضع عاصمة دولة الإمارات أبو ظبي الدولة أو العاصمة الوحيدة في العالم التي في نهاية هذا العام ستكون موصلة من الألياف البصرية أو فايبر أوبتكس 100% لكل المشتركين في هذه المدينة. البرنامج بلش في كل أنحاء دولة الإمارات، في دبي الإمارات الشمالية وإمارة ومدينة العين، والتوقعات انتهاء من هذا المشروع الحيوي في سنة 2011. المشروع بدأ من أكثر من سنة ونص تقريبا، توقعاتنا انتهاءه في 2011. تكلفة المشروع ما يقارب 5 مليار درهم، وحاليا في مرحلة التنفيذ على نطاق الدولة نفذنا ما يعادل 60% بنسميهم هوم باست أو نفاذ للمنازل. في أبوظبي النسبة أكثر وصلت أكثر من 90 وتتكتمل بداية العام القادم. وقعت شركة اتصالات قطر وواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر